السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنباء عن إعلان مرتقب بترشيح سيف الإسلام القذافي رسمي للانتخابات الرئاسية. ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية المراقبة من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن سيف الإسلام معمر القذافي قرر رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر. ونقلت البوابة الإخبارية عن مصدر وصفته بالخاص أن هذا الإعلان صدر بالتزامن مع ذكرى 52 لثورة الفاتح. وقالت البوابة في أفادتها أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل سيعلن ترشحه للانتخابات رسميا في وقت لاحق. وكانت صحيفة تايمز اللندية قد أجرت في المادة الماضية حوار مع سيف الإسلام القذافي مع مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه خطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي ترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.